خلينا نروح نشوف كريم احمد مع كابتن محمد يوسف هيقولوا لنا ايه عن هذه المباراه. بجد التحية ليك كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. سريعا ضمير الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن يوسف ببارك لك، النهارده جيم رائع تكتيكيا، يمكن يعني واضح بشكل كبير قراءه فنيه كانت رائعه من الجهاز الفني، قفلنا بشكل كبير على البدايات. الثلث الاولاني كان في شغل كبير جدا يا كابتن يوسف، تقييمك بشكل عام للمباراه والشغل النهارده يمكن كان واضح قوي النهارده بالنسبه للجهاز الفني. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله، مبروك طبعا على الثلاث نقاط، وده الهدف الاول بتاعنا. مهم جدا ان انت بتبحث عن الاهداف الاساسيه بتاعتك ومنها الحصول على الثلاث نقاط. النهارده بتلعب فريق منظم، فريق عنده ثبات طبعا في الجهاز الفني بتاعه، وعنده ايضا فكر بينفذه من بدايه الدوري بصرف النظر عن النتيجه وبصرف النظر عن توقيت المباراه. دي النقطه اللي كانت مهمه جدا، كان درسناهم وبيبتدوا من ورا وبيبتدوا بيبنوا من ورا بشكل معين وبينزل بتحركات معينه، فضغطنا عليهم طبعا في الشوط الاول ضغط عالي كويس جدا وقدناه بشكل كويس. الشوط الثاني غيرنا الشكل شويه بتاعنا وبدانا نرجع للسرعات بتاعت صلاح محسن وجيرالدو لما نزل، على اساس ان احنا طبيعي جدا 1-0 هم هيبداوا يجوا. انا شايف الشوط الثاني كمان لعبنا بفكر مميز جدا، يمكن لحقت لنا اكتر من فرصه في الهجمات المرتده، منها رمضان صبحي قدر يجيب ضربه الجزاء، وايضا لحقت لنا اكتر من فرصه ثانيه يعني بدقة شوية بس في اللمسة الأخيرة كنا ممكن نروح ونجيب الثالث والرابع. بس أنا بقول جيم كويس جدا الحمد لله، ماشيين في الخط بتاعنا، ماشيين في عايز أقول في المسيرة بتاعتنا. نتمنى إن شاء الله إن إحنا مع كثافة الماتشات العالية دي نقدر إن شاء الله إن إحنا نواصل. عندنا ماتش يوم اثنين مهم جدا مع سيمبا التنزاني في أبطال أفريقيا، نتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى ماشيين بخطوات كويسه ان شاء الله. فقدان عدد من اللعيبه في كل المباريات، لكن بيرجع لنا جيرالدو، بنشوفه سعد صلاح، بيخش لنا لعيبه كتير، لكن يمكن احمد ياسر ورمضان لسه هيبقى في فحص طبي على ما اعتقد بكره يا كابتن. طبعا انا الدكتور طبعا صعب جدا الاصابات العضليه يحدد على طول بعد المباراه، لان بتحتاج وقت وعبال ما تهدى، لكن نتمنى ان شاء الله ان هي تكون بسيطه ونتمنى ما تاخدش فترات طويله في العلاج. عايز اقول يعني احنا بنلعب كثافه ماتشات عاليه، وده قدر بقى ان احنا لازم نتعامل مع المتاح. انت بتلعب يوم 4 ويوم 8 وبعدين يوم 12 وبعدين بتلعب يوم 18 في افريقيا، وبعدين بتلعب 24 في مصر هنا، وبعدين 28 وداخل على يوم 2 و5 و8 2 و5 و8 و12 و16 هتعمل ايه؟ مفيش يعني، انا مش عايز اتكلم في الحته دي، لكن هو ده قدرنا. انا بقول ان شاء الله لما يرجع لنا المصابين كل شويه، يعني كل يوم او يومين بيخش لنا ناس من المصابين، وبالتالي هتقدر تعمل تدوير وتريح لعيبه وتدخل لعيبه، فهيبقى المتاح احسن، عشان انت بتطلب بحاجتين، بتطلب ان انت بتعمل تدوير لكن في نفس الوقت مطالب بنتائج. طبعا مباراه سيمبا مهمه جدا وليها حسابات خاصه وليها تحضيرات خاصه، لان لو بصينا النتيجات مع دافيتا لا الامر مختلف، لو بصينا لمباراتهم الاولى وبيكسبوا ثلاثه الامر مختلف مع هذا الفريق يا كابتن. مهم طبعا، مهم جدا المجموعه، لسه الوضع فيها مش مطمئن لاي فريق. مباراه على ملعبنا، عندنا 4 نقاط، هتقابل سيمبا عنده 3 نقاط، خسر الماتش اللي فات بنتيجه ثقيله، وهيبقى عايز يبقى فيه شراسه منه، عايز حتى اقل شيء انه يطلع بنقطه. فدي طبعا بالنسبه لنا هتبقى مباراه مهمه جدا، هنركز لها، وبدانا ندرس فيهم فيديوهاتهم بماتشاتهم حتى اللي تاهلوا بيها، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكون موفقين يوم السبت ان شاء الله. شكرا، الله يخليك. شكرا، شكرا. بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف على هذه التصريحات، مجهود مميز جدا ورائع من لعيبه النادي الاهلي بالتوازي مع الجهاز الفني اللي بيشتغل بشكل كبير جدا زي ما اكدنا قلنا يا كابتن اسلام. جمل تكتيكيه بتبان في الملعب، تحفيز بشكل مستمر في التدريبات، النهارده كمان الاداء كان تكتيكيا كان ظاهر بشكل مميز جدا، وقراءه كانت اكثر من رائعه لمستر مارتن لفريق وادي دجله. يمكن الحمد لله النادي الاهلي قدر يستفيد بهذه المباراه نتيجه واداء، لكن يمكن الامر المحزن انت عارف يا كابتن اسلام ان احنا بنفقد عدد من اللعيبه كل ماتشات، ويمكن كنت بقول بنتمنى ان شاء الله ما نخرجش بإصابات، لكن إن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن خلال المباراة القادمة. عودة ليك يا كابتن إسلام.